مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. بما أنه قرب شهر رمضان وكذلك بهاي الفترة مع الأمراض المنتشرة، فحبيت أسوي لكم شوربة الدجاج البيضاء أو سوق الدجاج اللي بدون كريمة. يعني أكو نوع يضاف له الكريمة البيضاء، كريمة الطبخ، لكن هاليوم راح نسوي بدون كريمة حتى يكون أكثر صحي ومفيد. فخليكم وياي حتى نتابع الفيديو. طبعا هنا انا عندي صدر دجاج سلكته، وبعد ما سلكته شكل يعني فردته الى قطع صغيرة او نسلته. وطبعا عندي المي اللي سلقت به الدجاج، سلقته فقط بالماء والقليل من الملح، ما كثرت ملح لان بعدين راح اضيف له ايضا الماجي. هنا حطيت القليل من زيت الطعام بالقدر، وراح اضيف له هنا بصلة متوسطة الحجم مثرومة ثرم ناعم. راح نستمر بالتقليب البصلة الى ان يشقر لونها وتتشوح مثل ما يقولون ويشقر لونها، من ثم راح نضيف لها تقريبا ملعقة كبيرة ممتلئة من الطحين اللي هو راح ينطيها. بهذا الشكل راح نستمر نقلب البصلة، شوفوا شلون بدأ لونها يتغير وتصفر. هسه راح أضيف طحين، عندي تقريبا ملعقة ممتلئة من الطحين، وراح أقلبها إلى أن الطحين أيضا يمتص كل المادة الزيت الموجودة بالقدر ويختلط ويا البصل بهذا الشكل. بعدين هسه بالتأكيد راح نبدي نضيف لها المادة السائلة اللي عندنا، راح نضيف لها مرق الدجاج اللي سلقنا بالدجاج صدر الدجاج. راح تشوفوها راح تكون قليلة الدسم لأن صدر الدجاج بالتأكيد ما بي كمية دهون كثيرة، فراح تكون المرقة جدا خفيفة. وإذا أنتم مثلا ما عندكم صدر دجاج ممكن تنزعون جلد الدجاجة وتسلقون دجاجة نص دجاجة حسب الكمية اللي أنتم راح تحتاجوها. هاي الكمية تكفي لأربع أشخاص، إذا أنتم تحبون تزيدون الأمر يرجع لكم. هسا أبدي أضيف المرق بالتدريج. طبعا هنا ضفت تقريبا لتر من مرق الدجاج، وبعدين أيضا ضفت القليل من الماء حتى أكاسرها لأن تكون يعني شفتها شوية ثخينة فضفت لها. مثل ما قلت لكم أصدقائي، هذه الطريقة هي اللي خالية من الكريمة. هناك طريقة ثانية اللي يضيفون عليها الكريمة البيضة تكون بعد شوية أثقل وطعمها شوي يختلف، لكن هذه بدون كريمة تكون صحية أكثر مثل ما قلت لكم، لأن الكريمة بالتأكيد تحتوي على كمية. كذلك بعض الأشخاص عندهم حساسية من الحليب، فيفضل أنه يستعملون هاي الطريقة. بعد ما نتأكد أنه ذابت أو جانست كل كمية الطحين اللي حطيناها مع السائل، هسه راح نبدي نضيف المكونات الباقية. مكوناتها جدا بسيطة، هنا راح أضيف مكعب الدجاج. طبعا أيضا الأمر يرجع لكم، ممكن ما تضيفوا، ممكن تستكفون فقط بملح الطعام، أما إذا تحبون أن تكون النكهة بعد أقوى ممكن تضيفون مكعب من مرق الدجاج أو مكعب من مرق الخضار، أكون خاص بالخضروات، ممكن أيضا تضيفوا. طبعا هنا ننتظرها الى ان تغلي، راح نضيف لها ايضا بعض المنكهات الاخرى. هنا رشه من الفلفل الاسود تقريبا نص ملعقه كوب فلفل أسود.
راح نبدي نحركها حتى ايضا تتجانس المكونات بالكامل مع الفلفل الاسود، وراح نتركها شوية تغلي ونضيف لها باقي المكونات. وهسه حبايبي راح نضيف الدجاج اللي نسلناه او صدر الدجاج اللي منسل، نضيفه الى المكونات المرقة حتى يغلي بعد ويذب كل كمية المونة اللي بمونة الدجاج يذبها بالمي، ولو احنا سلقناه بالكامل فاكيد يعني مرقة الدجاج هو كله بمونة الدجاج. طبعا هنا انا عزلت كمية قليلة من الدجاج في الصحن مثل ما شفتوا، لان اريد استعملها اثناء تقديم الطبق، احطها لبعض يعني بعض الاشخاص عندي بالبيت يحبون اكو قطع بالشوربة واكو ما يحبون القطع الكاملة، فلان راح نخلطها بالخلاط فراح يبقى بها يعني راح تكون كلش ناعمة، اما بعض الاشخاص عندي بالبيت يحبون اكو هالشكل قطع بالشوربة، فتركتها حتى اخليها يعني للي يحب موجودة بها قطع. وطبعا هنا مثل ما شفتوا انا ضفت لها ماء قبل قليل حتى بعد اخففها اكثر وتصبح قوامها قوام شوربة يعني متوسطة السخن، لا ثخينة كثير ولا رقيقة جدا. اللي يحب يضيف لها موسكات او جوزة الطيب ممكن اضيف لها رشة بسيطة، انا احب بها هاي نكهة جوزة الطيب، فراح اخلي لها رشة بسيطة من جوزة الطيب او الموسكات. اذا انتم ما تحبوها ممكن ما تضيفوها، الامر طبعا راجع لكم. طبعا انا ما ضفت هنا لا كاري ولا كركم لان اريدها تكون لونها ابيض شوربة الدجاج البيضاء حتى لا يتغير المسمى مالتها او الطعم مالتها، لان اكيد الكاري او الكركم راح يغير من طعمها. طبعا هسه نبدي بالخلاط الكهربائي نعمها حتى تنطينا شوربة كلش ناعمة. بهذا الشكل كملناها وصارت جاهزة للتقديم. طبعا هنا نذوق ملحها، اذا تحتاج ملح اضافي اضيف لها، اذا ما تحتاج خلص ابدي اطفي النار عنها لان صار وقت التقديم. بهذا الشكل راح اقدمها، طبعا ازينها بالقليل من الخضروات اللي عندي، اي نوع متوفر، بقدونس او كزبرة او جراس، يعني اكو هواي انواع للتزيين فقط. وهنا قدمتها كوجبة غذاء بسيطة مع برك الدجاج وبرك الجبن، وكانت جدا لذيذة وشهية. اتمنى لكم حبايبي الصحة والعافية، واترككم بأمانة الله وأقول لكم مع السلامة. إن شاء الله ألتقي بكم بالفيديو القادم، راح أقدم لكم البرك التركية بحشوة الجبن وبحشوة الدجاج. انتظروني في فيديو القادم، إلى اللقاء.